بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز من قائل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن يخاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ويقول لنا أن نتبع الحق من ربنا، والحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فيجب علينا أن نتبع هذا القرآن وأن لا نتبع من دونه أولياء، أن نتبع هذا الذكر ولا نتبع من دونه أولياء. اتبعوا، قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لماذا؟ لأن هذا القرآن الكريم وهذا الكتاب العظيم للناس جميعا في كل مكان وفي كل زمان، فهو حي دائم، هو القدوس الحي الدائم، وهو الروح. قال الله سبحانه وتعالى لرسوله: هو وأوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فاتباع هذا الكتاب لا يكون إلا من خلال قراءته وتدبره والتفكر فيه والعمل به، وأن يكون هذا القرآن هو إمام لنا، فهو الثابت، وهو الكتاب الذي لا ريب فيه. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، كتاب ثابت معروف لم يصل إليه التحريف، لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الكتاب الكريم حفظا، لأنه يعلم أن هذا الكتاب سيكون للناس رحمة، فالقرآن رحمة للعالمين والرسول رحمة للعالمين. فيجب علينا أن نتدارس هذا القرآن الكريم وأن نتدبره وأن نعمل بما فيه، فهو حي دائم متجدد. يقول الإمام علي: فهو حبل الله المتين والصراط المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. هو الذي لا تبلى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى ولا ينتهي.